انا اكثر حاجه كنركز فيها في الستيل ديالي هو لازم يكون مستور ومستور او متحمق وهادي شهاده من المتابعات ديالي كيحماقوا على الستيل ديالي عزيز عليا ديما نكون متميزه. ماشي ضروري انك تلبسي شي حاجه غاليه او ماركه غاليه باش تطلعي لوك زوين، يعني ممكن في حاجه بسيطه تقدري تخترعي شي حاجه زوينه. يعني مثلا انا يعني ماشي ضروري كناخذ من لا مارك غالي ولا شي حاجه، بالعكس بعض المرات كيكون عندي شي حوايج في الدار عمرني لبستهم او ما تلبسهمش، يعني انا كنطلع الستيل غير بوحدي. يعني بزاف ديال البنات تيسولوني طريقه الاشعار مع السماطي وداكشي، فاهم؟ انا واحد الانسانه مهووسه بالفاشن ومهووسه بالموضه، وطبعا هاد الحاجه اللي ما قالها لي حتى شي حد داكشي من راسي. كيف ما قلت لك عزيزه عليا ديما نكون متميزه، ديما الستيل ديالي يكون متميز. صافي هادشي اللي كاين. بزاف ديال البنات المتابعات ديالي اللي كنحماق عليهم ديما تيقولوا لي زعما كيفاش كتنسقي هادي مع هادي هادي مع هادي، عادي كيف ما داكشي تنبغي راسي تنبغي لكاع الناس تنصحهم ولي فوالا اللي خاصكم ديروا اللي خاصكم ديروا. انا حاليا ما كنشوفش راسي فاشينيستا، ولكن ممكن في المستقبل تشوف راسي فاشينيستا، علاش لا؟ حلم الطفوله ديال امينه كرم كان عندي بزاف ديال الاحلام، كنت بغيت نكون طبيبه بيطريه، كنت بغيت نكون بيلوت، كان عندي بزاف ديال الافكار. وملي كنكبر طبعا الواحد ملي تيكبر كيتبدلوا الافكار ديالو، كيولي يشوف واحد المسار خاصو يمشي عليه. انا حاليا اهم حاجه كنركز عليها هي نخدم على راسي، وهذه نصيحه لكاع البنات، خدموا على ريوسكم وكونوا حربيات وما تسكروش على والديكم. هذه اهم نصيحه كنبغي نوجهها للبنات. والحمد لله دابا انا غدا في واحد المسار كنقرا وفي نفس الوقت كنخدم، والله يوفق الجميع، وفقني ووفق الجميع يا ربي. انا اول حاجه والديا كيتيقوا فيا بزاف وكيدعموني، وطبعا لولا الرضا ديالهم ما كنتش وصلت هاد الشيء وما كنتش انسانه موفقه الحمد لله. الله يخلي لي والديا ويخلي جميع والدي المسلمين يا ربي، والله لا يحرمنا منهم. واهم حاجه اسمعوا هضره والديكم، ردوا الدور وترجعوا على هضره والديكم، والله يخلينا والدينا يا ربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.